بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخادم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم راح نشرح موضوع جدا، هو الأروماتيك كومباوند and their reactions. بالبداية أنا أحب من عندكم الاشتراك بالقناة ودعم لها الاستمرارية، لكن اليوم أنا أحكي عن موضوع الأروماتيك كومباوند. فلازم أكو هواي سألوني شنو الفرق بين الأروماتيك كومباوند شنو بين الفرق بين الأروماتيك هيدروكربونز. لما أقول أروماتيك هيدروكربونز أنا أدرس خصائص حلقة البنزين، ليش ذاتية، شنو البلانر مو بلانر، شلون تسميتها، شلون اكتشفوها، هذا كله يخضع في عملية الأروماتيك هيدروكربونز. يعني هي الكتروفيليك تفاعلها سبستيوشن، لو تفاعلها اديشن، لو تفاعلها نوكتروفيليك، هاي أنا كله أدرس حقائق ومفاهيم وكونسبت about what benzene ring. لكن لما أقول أروماتيك كومباوند، هاي الأروماتيك كيفية عملها داخل كومباوند كامل، يعني شلون شغل، شلون شغل شلون شغل، انا راح اشوف انا شلون شغل هاي البنزين رينج داخل كومباوند كامل. فاذا نجي هنا شو نشوف؟ نشوف هو هذا فرق مهم جدا بين الاروماتيك هيدروكربونز وفرق بين الاروماتيك كومباوند. فهذا البنزين رينج دخلت لي ضمن كومباوند كامل. ف وي هاف ان ذس سلايد وي هاف multiple or multi drugs such as Levitor, and we show the importance of benzene ring in the synthesis of a drug such as atorvastatin in the maintain the cholesterol level normally level of cholesterol. Also we have Zyprax treatment schizophrenia, olanzapine is considered of one of the antipsychotic drug. وكذلك أهميتها يعني بالأميلودوبين، هو calcium channel blockers treatment hypertensive، وكذلك النيكزيوم امبرازول بروتون بوم انهبيترز وغيرها. فإذا أهميتها داخل هذه الكمباوند نشوفها واضحة جدا. نجي المونو سبستيتيوت ديريفيتيف اوف بنزين، انا شلون اسمي نومال كلتشرز اوف بنزين ديريفيتيفز، كيفيه تسميه النومال كلتشرز، هذه عمليه مهمه جدا. القاعده الاولى شو تقول؟ تقول انا اذا عندي مونو سبستيتيوتد اسمي المونو سبستيوت، عندي بريفكس وسفكس، السفكس هو نهايه الجمله، السفكس هو البنزين، اجيب البريفكس هو منه، اسمي المونو سبستيتيوتد لاحظ المونو سبستيتيوتد هو راح يكون لي هنا المونو سبستيتيوت هو عدد مرتبط بالذرات كربون وليس تعويض واحد، يعني تعويض واحد اون بنزين رينج. فهنا عندي وان سبستيتيوتد اون بنزين رينج، وان سبستيتيوتد اون بنزين رينج. اذا اخذ على قاعده مونو سبستيتيوت ديريفيتيف بنزين رينج، شو تقول هالقاعده؟ تقول انا اسمي السبستيتيوتد بعدين اسمي اضيف لكلمه بنزين، فور اكزامبل كلورو بنزين، نيترو بنزين، إثيل بنزين. فسميت السبستيتيوتد وضفت السفكس اللي هي البنزين. فالبريفكس راح يكون لي البريفكس هو السبستيتيوتد نيم اوف سبستيتيوتد، والسفكس راح يكون لي بنزين كلمه ثابته. اوكي عندي ترايد نيم، اذا الترايد نيم دائما كلش مهمه ويسمونه بارنت فانكشن جروب او بارنت بنزين، شو تدري يسمونه، لكن اذا الترايد نيم بالايوباك سيستم مهمه جدا. CH3-ethylene OH phenol anisol anisol sorry anisol replacement hydrogen by CH3 and NH3 aniline. We have carboxylic acid, benzoic acid, we have aldehyde group, functional group, benzaldehyde and acetophenone, so called ketone. This contains on ketone, so called acetophenone and styrene E-N-E related to the or indicated to the double bond and alkene. واضح الأسماء كلها تريد نين تحفظونهن. التلوين هو CH3، الفينول OH، الأنيزول O بCH3، أنيلين NH2، and بنزويك أسيد كاربوكسيليك أسيد يحتوي بنزالدهايد على ألدهايد، هاي الألدهايد فانكشنال جروب، وأسيتوفينون يحتوي لي على كيتون، وكذلك ستايرين يحتوي لي على الأصهر المزوجة أو نسميه الألكين.
هنا القاعدة الثانية شو يقول القاعدة الثانية؟ يقول أنا إذا substituted أنا دائما أنا دا أحكي لحد الآن بالmono substituted. يقول القاعدة الثانية إذا substituted أكثر من حلقة البنزين أكثر من 6 ذرات كربون، فهنا 6 ذرات كربون أو substituted يحتوي على functional group أكبر من الألكين. البنزين هو عبارة عن ألكين سايكليك ألكين، متفقين على هذا الشيء سايكليك ألكين. إذا هنا هذا substituted يحتوي لي على functional group أكبر، شلون functional group؟ مثلا يحتوي لي على كيتون، يحتوي لي على أستر، يحتوي لي مثلا على أستر سوري، يحتوي لي على يحتوي لي على يحتوي لي على أستر أو يحتوي لي على اي فانكشنال جروب، فالبنزين راح يكون تابع له. واذا ركزنا شويه نشوف هنا نشوف هنا هنا هاي المجاميع الفعاله، المجاميع الفعاله لاحظوا المجاميع الفعاله، المجاميع الفعاله هاي المجاميع الفعاله حتى بالتريد نيم البنزين تبعها ما تبعت هاي القاعده. ليش؟ لان صارت اسيتوفينون تبعت الكيتون، الاون جايتني من الكيتون، فاذا اسيتوفينون وهنا البنزل دهايد دا يتبع المجموعة الجروب، رغم انه هذه هي اقل من 6 كربون كاتومز، يعني كعدد اقل من ذرات الكربون. احنا شو نقول؟ نقول يمتى يصبح السبستيتيوتد اكبر، يمتى يصبح السبستيتيوتد اكبر من حلقة البنزين؟ في مجالين، المجال الاول اذا كان عدد ذرات اكبر، عدد ذرات اكبر مثل الحالة الامانة 1 2 3 4 7 ذرات كربون 7 كربون اتومز، او يجي بالفانكشنال جروب اكثر، وهذا المثال على الفانكشنال جروب. بهاي الحاله البنزين رينج كولد فينال، كولد فينال اور فاي اور اروماتيك، ثلاث تسميات لها، اما تحط فاي او تحط اروماتيك اي ار مثل ما واضح، او سميها بي اتش فينال، اختصار تختصرها بي اتش تختصرها اي ار او تختصرها فاي، كلها صحيح. لكن اذا تشوفون هنا 1 2 3 4 5 ذرات كربون، 5 ذرات كربون مفروض يتبعوها لون البنزين، لكن لن تحول لها بي اتش لان المجموعه الفعاله المرتبطه بها البنزين هي الاكبر، لهذا تحولت الى تترا فينال سايكلوبنتا دين نون، بنتا دين نون سهله، تترا 4 يعني فينال، اربع مجموعات فينال بها فينال، هي ريليتد يعني متعلقه، اوكي ريليتد من ريليتد بهذه المجموعه الكيتون المرتبطه عندي. فسايكلو عندي هذا سايكلو، بنتا خمس ذرات كربون، اوكي داي تشير لنا الى داين، الداي تشير لنا هناك اثرتين مزدوجه بالمجموعه البنتا بهذه الحلقه. ركز بهذا التسميه، هذا بنتا، شوف هذا شو بدي اسمي، بس هذا أربعة فينال سورة تترا فينال سايكلو داي بنتا داي بنتا داي الاثنين اين اثنين داي اين داي اين، يعني عندي اثرتين مزدوجة اون ريليتد تو ذا كيتون، هذا تفسير الاسم تترا فينال سايكلو بنتا داي اين. اذا عندي دا سبستيوتد، شلون دا سبستيوتد؟ اكو عندك قاعدتين، هل هو ايزومرك لو نون ايزومرك؟ شنو مقصود بالايزومرك لو نون ايزومرك؟ الايزومرك اذا اثنين substituted or di substituted the same formula or the same shape or the same compound، اوكي المرتبطات بين maybe compound، مو بس شرط شيء جثري one substituted، يجوز يرتبط لك بين اثنين compound مش شابهات، او يرتبط لك بين اثنين element، اوكي هذا compound، هذا كمباوند مرتبط لبي، ممكن كمباوند بشكل أكبر، لكن هذا شو يسميه أخذ على قاعدة الزائلين، أثبت وحدة من عدهن وأرقم بالأورثوميتر أو بالأرقام، اثنين الصح تمشي عليهم. مثلا هنا أثبت وحدة من عدهن اللي هي مثلية، أول شيء أول هن هي مونو سبستيوت لو داي سبستيوت داي سبستيوت، أوكي هل هن أيزومرك لو مونو أيزومرك، يعني مش شابهات لو ما مش شابهات، سيات كثري نو سيات كثري ما اختلفنا مش شابهات، فإذا أرجع إنه القاعدة أيزومرك زايلين، أضيف زايلين هنا هاشين قاعدة أورثو يعني أورثو أو اثنين، أما أورثو أو داي مثل بنزين أورثو زايلين أسميها. في حالة إذا تبعت زايلين فلازم تستخدم مصطلحات أورثو ميتا بارا، هنا ميتا زايلين هنا بارا زايلين، واضح المسألة.
لكن في حالة النون ايزومريك فهنا لازم استخدم الأورثو والميتا والبارا وعند طريقة الأرقام. هنا لازم احدد منه البارنت جروب. فشلون اعرف البارنت جروب؟ اساعدنا هذا هو البارنت. ايش صار عليه سبستيتيوتد النايترو؟ هذا هو البارنت داخل الاحمر وهذا هو البارنت سوري. فهنا البارنت من هو انيزول، اكتب انيزول اخر شيء واضيف اورثو نايترو انيزول كل سهله. هنا شو يصير من شنو شو يصير عندنا تنسيب هنا قريب علي كلش سوري هنا قريب علي كلش فهذا اورثو ميتا بارا. هنا القريب علي القريب علي هو الاورثو سميت فسميت اورثو نايترو انيزول. هنا اورثو ميتا برومو انيزول كل سهله. كلورو بارا بارا كلورو بنزل دهايل بارا كلورو بنزل دهايل. حد بس تحدد البارنت جروب وتحدد الداي سبستيتيوتد يعني الثاني السبستيتيوتد الاخر وين كان بيعمل اضيف لميتا وبارا وكذا. اذا عندي بول سبستيتيوتد فهنا خطوات لازم انا اول شيء احدد البارنت جروب، اثنين اول شيء احدد البارنت جروب مهم جدا، اثنين احد اسمي السبستيتيوتد، ثلاثه اعطي اللوكيشن وهذا اللوكيشن اهم فقره، واخير شيء اللي في باتك كلي. فنجي هنا تحديد البارنت هذا البارنت جروب عندي. البارنت جروب شو اسمه؟ اسمه فينول. زين هنا بقت الترقيم، الترقيم هنا متشابه ما عندي اشكال به، لكن عموما اذا اريد ارقم يكون لازم الترقيم يعني السبستيتيوتد الاقرب للبارنت اسمي حسب الاقرب للبارنت او ارقم حسب الاقرب للبارنت. فمن ابدي بالترقيم وانطي لوكنت زين لمن اساين لمن اجى اساين فهذا 1 2 ما يصير يقول 1 2 3 فهذا راح يصير so far from the parent group or functional group. زين 1 2 3 ما يصير هذا incorrect. فالcorrect هو 1 2 اوكي وبعدين اسمي. فهذا تسميه ايش راح يصير عندي؟ هذا تسميه die promo ممكن اسميه انطي الترقيم مالتهن 3 5 3 5 3 5 die promo phenol 3 5 die promo phenol. لما نجي اسمي هذا ايش اسميه؟ 5 promo 2 كلورو 5 برومو 2 كلورو فينول. ما اقدر اقول 6 كلورو 3 برومو سوري ما اقدر اقول 3 برومو 6 كلورو هذا شيء فولس. لازم الصحيح 5 برومو وليس 3 برومو لان هذا باللوكيشن خطا سوري بالاساين بالترقيم راح يكون له خطا. الهوم وورك تسميته ذن الهوم وورك عملية سهلة جدا نومال كلتشرز بس عملية سهلة جدا نومال كلتشرز خطوات سريعة جدا وتطبقها. أول شيء البارنت هذا البارنت شو اسمه؟ هذا البارنت هو بنزل دهايل 1 2 3 إذا 3 ايزوبروبيل بنزل دهايل كل سهلة 1 2 3 بالخطوة 3 شفت دايسر هو دايسر سوتيت هذا فثلاثة موقع 3 ايش عندي؟ عندي ايزوبروبيل فايزوبروبيل 3 ايزوبروبيل بنزل دهايد هذا ممكن اسميه 1 2 2 2 تلون 2 تلون 2 برومو تلون هذا اسمه 2 برومو تلون او اسمي ميتا برومو تلون كيفك ميتا برومو تلون صح والافضل ميتا برومو تلون. هنا عندي ما اقدر ارق عملية الترقيم او الاساين ما تكون لي هذا رقم 1 راح ياخذ ما يكون هنا رقم 2 3 هذا الشيء خطا لازم الرقم 2 يكون بهذا الجهه. ليش؟ لان هذا السبستيتيوت راح يكون من هذه الجهه يكون لي اقرب للاو اتش. فاذا اريد نجي الرقم هنا للسبستيتيوت فراح تكون لي 2 5 لان هذا 1 2 3 4 بس راح يصير هنا عملية 2 4 داي نايترو فينول 2 4 داي نايترو فينول. نجي لهذا التسمية مالتي من هو عندي الايزوبروبيل هو الأكبر لهذا هو أحدد البارنت من هو البارنت الايزوبروبيل فأضع الايزوبروبيل هذا رقم 1. ليش هذا رقم 1؟ لأن هذا 1 2
بينما إذا حطيت هذا رقم واحد هو المجموعة الأكبر الأيزوبروبيل، واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، بالتسمية الطبيعية راح تكون منها جي. ليش؟ لأن الأقرب سبستيوتد عليه، لأن الأقرب سبستيوتد، فأنا بين أنطي هذا الواحد وبين أنطي هذا، إذا أنطيت هذا الواحد واحد اثنين ثلاثة الأرقام راح تكون بعيدة عن الميجر سبستيوتد، فهنا الميجر سبستيوتد راح يكون واحد اثنين علي أقرب، فلهذا الأيزوبروبيل وعندي الإثيل، فراح يصير اثنين إثيل هذا بولي سبستيوتد. أوكي سهلة جدا، اثنين إثيل اثنين إثيل واحد واحد أربعة واحد أربعة داي أيزوبروبيل بنزين، داي أيزوبروبيل بنزين واحد أربعة اثنين إثيل واحد أربعة داي أيزوبروبيل أيزوبروبيل بنزين. نجي لهذا، هو من المجموعة الفعالة، من المجموعة البارنت جروب، نحدد البارنت جروب سهولة جدا. هنا برومو، هنا عندي واحد اثنين واحد اثنين اثنين قريبات على البارنت، شنو هاي؟ لازم اكو فد فيكة جديدة. اذا سميت واحد اثنين اوكي لقيت سبستيوتد، واحد اثنين لقيت سبستيوتد، فش اسوي بهالحالة؟ اروح للجهة الثانية، استمر هذا هنا انطيت واحد اثنين ثلاثة هم لقيت سبستيوتد، واحد اثنين ثلاثة وجدت سبستيوتد، فاذا هسه انا حرت بموقع ثلاثة، اذا مش شابهات بنفس الحجم فاروح للوراهن، يعني اذا شفت الموقع اثنين مش شابهات، موقع اثنين الاقرب للسبستيوتد لقيت المشابهات، هنا مشابهات بالرقم، موقع اثنين مشابهات بالرقم ومشابهات بالحجم، فاروح لموقع ثلاثة، موقع ثلاثة مشابهات اكو اثنين سبستيوتد، يعني لو القى هذا مثلا لو القى انه ماكو سبستيوتد، لا كان قبل سميته بهذا الاتجاه، او القى هنا او ما القى هنا سبستيوتد كان سميته بهذا الاتجاه، فالاثنين اللي قال سبستيوتد، فاروح لمساله الحجم، هنا اثنين ذره كربون هنا ثلاث ذره كربون، فالتسميه راح تكون واحد اثنين حسب الحجم الاكبر السايز مال الشكل اربعه وتستمر العمليه. فعند كلورا ويبدا بحرف السي والايزو والبرومو، فراح يصير اثنين خمسة داي برومو، اثنين خمسة اثنين خمسة اربعة سوري هنا ستة، راح يصير ستة، راح يصير عندي اثنين ستة داي برومو، اثنين ستة داي برومو، اثنين ستة داي برومو، شو اتبعها؟ اتبعها باربعة عندي اثنين ستة داي برومو، والحقيقة هذا التسمية راح تكون لي بها اشكال وبها شيء من الخطأ. ليش؟ لان انا ما راعيت الالفابتك، لازم ارجع واراعي الالفابتكس، يعني لازم بالامتحان تراعي كل النقاط الاربعه البارنت. اوكي متفقين عليه. نجي هنا عندي الاثل البروم، فنقدر نقول شنو نقول هسه احنا اثنين ستة داي برومو، اكتب وياي اذا تسمع التسجيل ورقة وقلم واحفظ اكتب وياي لان شوية عندي فد بالسوفت وير فد مشكلة. 2-6 داي برومو، 2-6 داي برومو، شو اكتب وراها؟ 2-6 داي برومو، عندي خمسة اثل، خمسة اثل اوكي، خمسة اثل، خمسة اثل، اربعة كلورو، اربعة كلورو، خمسة اثل، اربعة كلورو، وثلاثة ايزو بروبيل. اذا الاسم مال راح يكون عندي 2-6 داي برومو، 2-6 داي برومو، 4-5 مثل، 4 كلورو، 3 ايزو بروبيل فينول. هذا الاسم مال راح اعيده على السريع حتى تكتبونه وياي، 2-6 داي برومو، 2-6 داي برومو، 5 مثل، خمسة إثيل سوري، خمسة إثيل، 2-6 داي برومو، 2-6 داي برومو، خمسة إثيل، أربعة كلورا، ثلاثة أيزوبروبيل فينول أو فينول، سوري مو فينول، فينول لأن الفينول عارفين فرقنا. The chemical rules، the chemical structures of the benzene، طبعا هان شرحتها بالأروماتيك كومباوند، فإذا تريدون تشرحون ترجعون للأروماتيك كومباوند في الحلقة الأولى، وكذلك عملية اكتشافين وشافوا بأن الشكل الأنسب هو البنزين، هذا اللي هو يكون بهذا الشكل.
طبعا المشكله مالت كيكر رولز كانت تواجههم بان شنو المشكله، انه الاديشن مالتي ما كانت سال عندي اديشن، هاي العمليه ما تسال عندي اديشن، ف كان لازم سبستيوشن عندي. فشافوا انه شنو انه هذا ماكو اكوليبريم، وي هذا زين ماكو اكوليبريم، بداوا يتوصلون الى قواعد الهايبريدزيشنز، وشافوا بانه هذا الشكل انه رقم انه هذا الشكل، يعني المشكله بانه شنو الاواصر وهذا الاضافات، فشافوا بانه شنو المشكله اللي راح تواجهنا هنا. دي لوكاليزيشنز انا كلها شرحتها بالمستوى الطاقه الاستابيليتي اوف بنزين، شافوا مستقر البنزين شرحتها بالاروماتيك هيدروكربونز 1، كل هاي الامور اتمنى تراجعوها في اروماتيك هيدروكربونز 1 الليكتشر 1. طبعا هذا سايكلو بيوتادين هذا اولسو وسايكلو، وبعدين بدأوا شرحوا الاوربيتالز، وكلها عباره عن نظريات تتوصل بانه كيكرلس رول، ايضا شرحتها بالاروماتيك هيدروكربونز 1 تقدرون تراجعونها، هي هاي الارقام مهمه جدا بيسمونها هيكلس رول. هيكلس رول هاي من خلال الارقام نتعرف على انه حلقه البنزين هي هل تكون بنزين او لا. طبعا 2 4 6 8 14 تجمع عدد الاواصر تضربهم في 2 1 2 3 3 في 2 3 في 2 يساوي 6، اذا 6 تتابع لهذه الارقام مال الكوليسترول. اوكي لا تتبعون هاي القاعده اللي صعبه اللي الان مثل لي عدد الحلقات، فاكو اشكاليه راح تصير، مثل هنا ما اقدر اعرف كم حلقه عندي، فحتى اعرف انه هذا هل هو هذا بنزين او مو بنزين احسب 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا 8 8 في 2 16 16 ما يخضع العمليه، لان عندي 2 4 6 8 عندي 2 6 10 14 ويزود 4 4 حسب قاعدة هيكلس رول وحسب البايكترونز اللي حاسبينها، فتطلع عندي الأرقام 2 6 10 14 18. فهنا أنتم ما تطبقون الآن، لأن الآن مثل لي هو عدد الحلقات، لكن تواجهكم مشكلة في هيك مركبات كيميائية، فحتى تعرفونها مباشرة تجمع كم عاصرة عندك، 1 2 3 4 5 6 7 7 في 2 14، إذا هذا هو صح أروماتيك، وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة في اثنين هو 12، هذا نون أروماتيك نون أروماتيك. نستمر بـ the criteria of aromaticity، شنو الكريتيريا اللي تعتمد عليها؟ عملية التهجين لازم يكون لي SP2. بنزين is the only compound that exhibits aromatic stabilization، لازم be stabilization. The compound must contain compressed continuously overlapping b orbital، هذا ال b orbital لازم موجود عندي، انا ايضا شرحته يرتبط بثلاث ارتباطات بيصير تهجين، مو تهجينها sp3 فتهجينها هي sp2. فهنا not a continuous system of b orbital، اذا كان تهجينها sp3 هنا فما ما يصير delocalization بالسيستم الكونجكيتد سيستم، فلازم التهجين مالتي يكون NO2. وكل هذا شرحناه بالاروماتيك هيدروكربونز لان داعي للمعلومات للتوضيح. كذلك الرياكشن اروماتيك كومباوند، الرياكشن اروماتيك كومباوند ايضا شرحناه، عند الرياكشن اروماتيك كربونز تخضع لعده من الرياكشنات الهالوجينيشنز، عند الهالوجينيشن مهمه جدا عمليه الهالوجينيشن، وكلها لازم اكو فد كاتلايز موجود، هذا الكاتلايز تفرق المركب فرق الاديشن عن السبستيوشن، انه يحتاج كاتلايز. مو بعض الاديشن تحتاج كاتلايز، بس هنا السبستيوشن الكاتلايز مهم جدا، يعني بدون كاتلايز ما يهتد، يعني مستحيل تلقى تفاعل اروماتيك بدون كاتلايز. عموما نكمل بان هنا عندي ياخذ عمليه النايتريشن هالوجينيشن كلور بروميوت وسالفونيشن، اقدر اضيف سالفونيشن بوجود SO3 ايضا، ونايتريشن وفري كرافتس الكليشن سوري واسيليشن. الستيب 1 الباي بوند، هنا الالكترونات اللي عندي راح تهاجم لي، هي ميكانيزم اوف الكترو اروماتيك سبستيوشن.
راح يصير اتاك على الالكتروفيلك والمشاركه والاوربيتال. الاي ال هو البوزيتيف، راح دائما يحمل اشاره بوزيتيف هذا بي الكترونات. هنا دائما راح تنكسر الاصره، يرتبط البي. عمليه دي لوكاليزيشن راح يصير عندي، راح ترفع اشاره موجبه، بالتالي هاي الاصره راح تتحول هنا. الاصله من تتحول هنا بعد ما يصير اشاره بوزيتيف هنا راح تتوقع راح يصير اشاره بوزيتيف هنا. هاي الاصله راح تتحول هنا بعد ما يصير اشاره بوزيتيف هنا راح يصير اشاره بوزيتيف هنا. وبعدين بين يصل الى هنا راح تنكسر ينكسر الهيدروجين، يخرج الهيدروجين اونلي از بروتون، ما ويا الكترونات، فقط يخرج الهيدروجين وبالتالي تصبح لاصله. وبالتالي راح يشوفون بالاخير راح يطلع الاتش يرتبط بالاي ار، وان شاء الله هسه نوضحها في امثله. For brevity, we can show the mechanism using of hybrid formula of benzene, step 1 and step 2. كل نفس الخطوات تقريبا. وكذلك يعتمد على مستوى الطاقة. طبعا البنزين ما يتحمل انه يكون في مستوى الطاقة عالية هنا. لهذا لا راح شي يسوي، يكسر عملية الهيدروجين. وبكل step يحاول ان يصل من يخرج الاجمع يخرج يخرج الهيدروجين راح يرجع لي الى مستوى الطاقة الأدنى. وهذا هو الفيصل انه او النقطة المهمة بانه الهيدروجين يجب ان يكون البنزين رينج يجب ان تكون عتها ستيبلتي عالية. كلما تخص بهذني انه شو ريموفال اوف بروتين وكل عملية دي لوكاليزيشن كلها سهلة ما بها شيء. اتمنى القيكم بالمحاضرة القادمة، واتمنى منكم الاشتراك لايك شير اند سبسكرايب دعم للقناة حتى نتواصل احنا وياكم في شرح سلسله من محاضرات الاروماتيك كومباوند اند هذا الكربونز. تقدرون تتواصلون وياي في حاله ما افتهمتوا اي شيء من اللي شرحته او للتوضيح. اعتقد بالكومنت تقدر تحطون كومنت وانا راح اجاوبكم، وشكرا جزيلا لكم.